واحد الفتره كبيره من حياتي استعملت واحد الكريم وخرج عليا تماما، وكذلك كنعاني من النمش. كنت معرضه للنمش بزاف 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 من الصغر ديالي، بقيت كنعمل بزاف ديال الوصفات، لذلك كتلقاو عندي بزاف ديال الوصفات. زيد درست على هذا المجال هذا، لذلك غتلقاو هنايا وصفات اللي هي موثوق فيها وشي حاجه اللي هي افيكاس وغزاله وفنه. في هذا الفيديو هذا نقدم لكم وصفه للاسنان خطيره، سنانك معدبينك فاقصينك صوفر كحل فيهم الرائحه عندك سيلالة حتى اليوم غتهني منها تماما مع فيفي بجوج ديال المكونات، وغادي تفرحي وتنشطي ان شاء الله وتوجدي راسك العيد وفي رمضان تكوني في ابهى حله وتكوني طوب بلا فوتوشوب. من بجوج ديال المكونات نقول لكم دابا الطريقه ومن بعد نقول لكم هذا المحلول هذا منيش كيتكون. المهم البنات غتعمليه وانتي فرحانه ومتاكده بان النتائج واعره وصادمه، فهمتوني؟ غتعملي 10 ديال الطريقه تي كتمضمضي بها ومن بعد غتحيديه. وبالنسبه لرمضان غتستعملي من بعد الفطور ومن بعد السحور غتستعملي، وبالنسبه للنهارات العاديه يعني كتكوني فاطره غتستعملي كذلك مور الفطور ومور العشاء، فهمتيني؟ المهم ملي تعملي المضمضه واحد 10 ديال الدقائق غتعملي المعجون الاسنان اللي عندك اللي مولفه كتستعملي، غتغسلي به الاسنان ديالك وصافي غتعسي فحالك ولا غتكملي النهيوار ديالك. المهم النسر كيعطي علاج للثه وكذلك كيعطي بياض الاسنان من اروع ما يكون. وبالنسبه للبشره ديالكم البنات بزاف اللي كيقول لي فينا الفيفي الكلف وبشرتنا شاحته اعطينا شي حاجه ايفيكاس، اليوم جبت لك الصح الصحيح جوج ديال المكونات تحصلي على بشره غزاله وفنه. خليكم في الفيديو باش نشرح لكم كل نوع بشر شنو خصها تستعمل بجوج ديال المكونات هما الباز ديالنا الاساسي. وبالنسبه للبنات اللي عندهم فم ديالهم كيتشق لهم في رمضان او من غير رمضان غيستعملوا كذلك هذا المحلول نفسه على الشفايف يعطيهم نتائج روعه. وبالنسبه للماسك غتخليوه غير 10 دقائق ربع ساعه غنشرح لكم كل شيء خلال لا فيديو، وغتعملوا الكريم ديالكم الليلي او النهاري. البنات هذا الفيديو مصور قبل رمضان، الا جيتوا ترطبوا الشفايف ديالكم الاحسن يكون في الليل ماشي في النهار. السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نشطانين فرحانين مضخمين ودائما زاز لوز والسنك سنك. اليوم غترجعي طوب بلا فوتوشوب بجوج ديال المكونات، غنضربوا ثلاثه ديال العصافير بحجره واحده. اي روعه هاد الروتين هذا، وعدتكم بها البنات وانا عند الوعد ديالي، قلت لكم غادي نعطيكم روتين غزال اللي غتبعوه في خلال رمضان وغيخليكم الوجه ديالكم كيشعل وكيضوي وكينور والطب بلا فوتوشوب في النهار ديالكم. وان شاء الله من هاد الروتين هذا للعيد غتكوني واو روعه روعه، غتحصلي ان شاء الله على تبييض خيالي وصفاء للبشره من اروع ما يكون. الرفيع الرافوعي والفريع الفاروعي. يلا البنات جوج ديال المكونات عندنا، المحلول الاول هو هذا منه جوج ديال المكونات، هذا غيبيض لنا السنيونات ديالنا وكذلك كيزول الكحوليه من الشفايف وكيرجع اللون ديالهم غوزي ورائع وكذلك كيرطابو وكذلك حتى الهالات السوداء. جوج ديال المكونات انا قلت لكم اليوم غنضربو ثلاث عصافير بحجره واحده، وهاد المكونات نفسهم غادي ناخذ منهم خليط اللي هو فحال اللي هو خاتر غنوضعو على البشره ديالنا يحيدنا التجاعيد والنقط ديال الحشوه الكلف وكذلك يعطينا تصفيه وبشره نضره وغزاله. المهم الحبايب ديالي غندوزو على بركه الله للمكونات والطريقه ديال التحضير مهمه، الطريقه ديال التحضير وغتقولوا فيفي فعلا عندها الحق لان غير جوج ديال المكونات ولكن الطريقه كتختلف كيفاش غادي نعدلوهم. يلا ندوزو الوصفه، ولا كنتي باقا ما اشتركتيش كتسناي مضيعه فرصه كبيره من حياتك، نص عمرك غيضيع الا ما كنتيش مشاركه في هذه القناه هذه. المهم كنكون ان شاء الله قناه لي هي متنوعه فيها فلوغات روتينات طبخات ووصفات تجميليه. يلا وخليكم دائما معنا وانضموا للعائله ديالي، موح عليكم ما تنساوش شير وبارطاجو ولايك ومتابعه وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد. يلا نبداو. من اروع الوصفات اللي خاصك تعتمديها في حياتك واللي غترجعك طوب بلا فوتوشوب. يلا خليكم معايا انا غنبداو دابا ان شاء الله بالتحضيرات ديالها، ما تفوتوا حتى شي لقطه ضروري من طريقه التحضير. المكونات سهله وبسيطه ما غنتعداوش تقريبا جوج ديال المكونات رائعه، والمكونات اللي غنزيدها تقدروا تستغنوا عنها اولا غنعطيكم بدائل كيف ما عودتكم. ويلا ملكه الوصفات اليوم غتعطيكم وصفه طوب دو طوب لا يعلى عليها، وسطروا عليا مزيان. اوكي البنات، اول مكون اللي غادي نحتاجوه وهو الارز، الرز. ها هو البنات ها انتوما الرز كيف ما كتشوفوا معايا، غادي ناخذوا اي نوع ديال الارز موجود عندك اي نوع، غادي ناخذوا جوج ديال الملعقات ديال الرز. شفتوا البنات جوج ديال الملعقات ديال الرز، غنضيفوا ليهم جوج ديال الكؤوس ديال الماء طيب، الماء الحار كاين اللي كيقولوا الماء الحار اولا الماء المغلى يعني كيكون طايب وفاتر.
طيب مزيان. جوج ديال الكؤوس كيف ما لاحظتوا معايا انا يكونوا معمرين، ما كتشوفوا معايا. غادي نوضعوهم على النار، يبقى لينا غير كاس، ركزوا معايا، حتى يبقى غير كاس، يعني هاد الكميه ديال الماء تبخر ويرجع عندنا نصف الكميه من الماء. انا دائما كيعجبني ملي نكون كنهضر معكم نكون كنشوف فيكم، لذلك ما نعرف علاش كنحماق عليكم. المهم يلا البنات، غادي ترجع لنا نصف الكميه، وغنقول لكم شنو غادي نعملو بالنسبه لهذا الماء ديال الارز. هذا غادي نستعملوه للاسنان، غنستعملوه الشفايف وكذلك البشره، ولكن بطرق مختلفه. قلت لكم مكونات بسيطه، ولكن ضروري خاصكم تركزوا ليا على الطريقه ديال التحضير وشنو هما المكونات اللي غادي نزيدو. خليكم معايا. غادي في هذه الاثناء هذه الرز هو كيطيب لينا تما، غناخذوا واحد الجزره متوسطه الحجم بحال على هذا الشكل. هذا البنات كلشي عنده الجزر او لا، يعني راه كلشي متوفر عنده الجزر. اليوم المكونات غتكون في المتناول، كلشي مزيان ان شاء الله، كلشي يرجع الطوب بلا فوتوشوب. يا حبيبي ديالي غنقطعوها قطع اللي هي رقيقه جدا، قطع رقيقه رقيقه رقيقه. هاي مرحبا، ها انتم البنات، ها على هذا الشكل هذا. ولو وصلتي حتى لهنايا وباقا ما مشتركاش في القناه، كنتسنى اشترك وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديال الفيديوهات اول باول. وما تنساوش لايك مزيونه، بحال اللي شفتوا البنات راه كتبقى تبربر، ضروري تبقاو مره مره تطدوا لي البال باش ما تفيتش ليكم، وتحركوها شويه. صافي غير كتغلي كنزولوا عليها هاد الغطا ديالها باش ما كتفيتش لينا، وكنخليوها تبخر على مهلها وتطيب في نفس الوقت. ها انتم البنات لاحظتوا حتى كيبقى نص ديال الكميه، وغادي نعملوا واحد مع التحريك مره. المهم راه كلشي كنظن شرحت لكم الطريقه كيفاش. شوفوا هنا غادي نشوفوا، ركزوا معايا وتبعوا معايا. ها انتم البنات حتى كيبقى لينا كاس واحد، حنا عملنا جوج ديال الكيسان، ها هو بقى لينا كاس واحد. شفتوا هذا غنحتاجوه من بعد. المهم هاد جوج كيسان اللي عندي هنايا، انا البنات بغيت نبرد هاد الكاس دغيا، يعني ما غنبقاش نتسنى، غادي نعملو هنا في حمام مريم بارد. نتوما تقدروا تخليوه على جنب حتى يبرد على خاطره، وديك الساعه غنوري لكم شنو غادي غنضيفوا عليه هاد الجزر، ولكن بواحد الطريقه. لذلك تبعوا معايا الطريقه، الله يرضي عليكم باش تصدق لكم وترجعوا الطوب بلا فوتوشوب. ها انتما البنات بعد ما دفا ليا، يعني ما بقاش سخون، طيب غادي نجيب الماكينه ديالي اللي كطحن. هنا كتجي معايا هنا البنات الجزر اللي قطعناها رقيوق، غادي نضيفو على هذا الشكل هذا، وغادي نضيفو له هذا الماء هذا ديال الارز. شوفوا البنات، ها وغنطحنو. المهم البنات من بعد ما طحنا تجيبوا اي حاجه عندكم هيدا رقيقه او لا شي مصفات. انا عندي هاد المصفات ماشي رقيقه، انا عندي هاد المصفات ماشي رقيقه بزاف، لذلك ما غاديش نستعملها. الا كانت عندكم غير مصفات رقيقه بزاف جيبوها، فهمتوا البنات؟ جيبوا مصفات تكون رقيقه. وغادي نوضع انا هادي بحال هيدا ولا تقاشر، يعني انا هادي عندي ديال النوم ديالي. المهم البنات ها هي شتوا، غادي نوضع بحال هيدا، وغادي نعمل هذا. حنا بغينا هاد الماء يكون مصافي، وهذه انا عندي كتصفي مزيان. لاحظتوا شوفوا انا كنكب وهو كيصفى، وهذا الشيء اللي بقى لينا غنزيدوه على هذا الارز هذا. يعني المكونات سهله، غير هي الطريقه. شفتوا البنات ها الطريقه اللي كتختلف، وهذا دغيا دغيا. شوف انا هذه دغيا دغيا غنعمل ليها هي باش نجد الماء البنات. هاي تغسلات، لاحظتوا دغيا دغيا غادي تغسل، ما غنخلي وتكون شي حاجه نقيه.
نخليهاش حتى توسخ وداكشي، يعني الواحد يكون ناضي. نضاوى نضاوى حياة بغات نضاوى. المهم البنات ها هو هذا كولاجين واعر للبشره، السنان كيبيض السنينات، روعه روعه روعه. خليكم معايا باش نوري لكم شنو غادي نديرو بهذا الشيء. هذا تا هو ما غاديش نسيبوها البنات، غادي نطحنو. غنضيفو غير شويش من هذا باش يطحلو لينا هاد المكونات. غنحتفظ بالنصف ديالي وغادي نطحن هادشي هذا. وهذه حتى هي البنات غنصفيها، بغيتو تصفيوها صفيوها، ما بغيتوش تصفيوها ما كاين حتى شي مشكل، يعني لكم الاختيار. انا كنبغي نصفيها باش كنحس بداك الملمس مزيان، وحتى ملي كينشف كيعجبني الحال. المهم لكم الاختيار، ومتبعوا معايا البنات باش نوريكم كذلك الطريقه وشحال تخليوها على البشره ديالكم. انا غادي نصفيها بسرعه. هاي البنات غسلتها باش تبقى لي نقيه. ايوا البنات المرحله ديال التخزين ديال هاد الوصفه هادي، اول حاجه غادي نوضعوها شي قنينه، عندك شي قنينه ولا عندك شي قريعه وضعيها فيها تكون نقيه مزيان، غسلي القرعه مزيان، غليها في المطايب باش كتبقى عندك الوصفه معقمه في الثلاجه. هانتوما البنات هاد الكميه هادي راه تدي لك 3 ايام، الكميه غادي لك 3 ديال الايام. هذا حتى هو غنوضعوه هنايا. بالنسبه لهذا ديال السنينات ديال تبييض الاسنان ديال السنينات، وهذا ديال تبييض البشره وازاله النمش والكلف والتجاعيد، ولكن غنوريكم مكون كل وحده بحال اللي قلت لكم وشنا هو المكون اللي تضيفوا على هاد الوصفه هذه. المهم بالنسبه للبنات اللي عندهم 14 سنه 15 سنه 12 من 13 سنه الفوق حتى 12 سنه، بالنسبه للبنات اللي كيكونوا عندهم مشاكل وما صغارين، يعملوا هذا الماسك هذا بوحدو على البشره ديالهم بوحدو، ما يضيفوا له حتى شي اضافات، راه امين امين 100%. غتضيفي غير ربع ساعه على البشره ديالك حتى الثلث ساعه حتى الثلث ساعه، وتغسليه بالماء الدافئ ومن بعد تغسليه بالماء البارد، صافي يوميا غتستعملي ولا استعملي 3 المرات في الاسبوع. بالنسبه للبنات اللي عندهم من 13 عام قلت لكم 12 عام 13 عام 14 عام حتى ديك 15 عام، اللي مثلا عندها حب شباب وعندها كلم وعندها نمش وتكون مثلا فوق 16 عام الفوق تزيد عليه. انا غنوري لكم بالنسبه للبنات لهاد الاضافات اللي غنضيف لكم كل وحده على حسب البشره ديالك. المهم غتجبديه من الثلاجه يكون من الاحسن بارد باش يحفز لك الدوره الدمويه في البشره ديالك، ويحفز لك انتاج الكولاجين بسرعه ويتفاعل لك الماسك مع البشره ديالك. الا كان فيك كلف ونمش اللي هو كثير غتضيفي ليه الحلبه، ملعقه صغيره ديال الحلبه، ولا كان فيك هذا الشيء كامل وفك كذلك التجاعيد غتضيفي ليه كذلك ملعقه ديال الزنجله اللي هو السمسم مطحونين هادو البنات وتخلطوهم مع بعضياتهم بجوج بهم. كان ما كانش فيك تجاعيد وعندك غير مثلا نمش وكلف وحب شباب، ضيفي فقط غير الحلبة. بالنسبة للبنات اللي عندهم كلف شديد وقديم، يضيف واحد ملعقة ديال الطعام من عصير الطماطم، فهمتوا البنات؟ وتوضعي على الوجيه ديالك واحد ربع ساعة أو ثلث ساعة حتى ينشف، وتغسليه بالماء دافئ ثم بالماء دافئ ثم البارد. تعملي تكرري العملية يوميا أو 3 مرات على الأقل في الأسبوع. هنا البنات هذا المحلو ديال الأسنان كنشرح لكم هنا كيفاش دايره، ناخذ نفس داك المحلو اللي عملنا غير الماء ديال الأرز مع الماء ديال الجزر، غنزيد نضيفوا له ملعقه صغيره ديال زيت الزيتون وملعقه ديال الطعام من الطماطم من عصير الطماطم، هي اللي غنوضعوا هذا المحلول هذا هو اللي كنوضعوا على الشفايف وكذلك على الهالات السوداء اللي كانوا عندنا، حتى هو ربع ساعه اولا ثلث ساعه ونغسلوه على الشفايف ديالنا اللي كانوا عندنا الزرق وناشفين، وكذلك الاسنان كنمضوا به الاسنان ديالنا مزيان 10 ديال الدقائق ومن بعد كنغسلوه بالضوء والتفريز، يعني معجون الاسنان كما وريتكم في البدايه ديال لا فيديو، وكنحصلوا على سنينات واعرين. لكن في رمضان غتعملي هذا المحلول هذا للسنينات ديالك بعد الفطور بعد ما تفطري وتسالي، وكذلك تعمليه بعد السحور
وبالنسبه للبنات اللي ما شافوش يشوفوا في البدايه ديال الفيديو كيفاش وريت لكم الطريقه ديال السنان. وبالنسبه للفم ديالك حتى هو كتغطسي بحال هكا، تجيبي شويه من هذا المحلول هذا، ما تكوني غتعملي السنان ديالك غتضربي ثلاثه العصفورين بحجره واحده، عملي بحال هكا قطن، جيبي قطن اي قطن اولا كلينكس وتعملي فيه هذا المحلول هذا وتوضعي على الشفايف ديالك وتخليه شحال ما بغيتي، من بعد تمسحيهم وترطبيهم باي مرطب عندك، فهمتيني يا حبيبه ديالي. وكذلك بالنسبه للهالات السوداء تقدري تعملي حتى الهالات السوداء راه دقه بطله غزال واعر. وتقدروا بالنسبه للبنات اللي عندهم، انا بالنسبه ليا شفتو انا خلطت بجوج بيهم، يعني غنبقى نستعملهم بجوج بيهم باش تلكلف نحمي راسي منه. وبالنسبه انا كنت كنعالج البنات بزاف ديال الوصفات ودي مبين الوصفات اللي واعره وعطيتها لكم، وانتظروني في فيديوهات روعه، روتينات، فلوقات ووصفات رائعه. ولا كان كيعجبكم هذا المحتوى البنات عملوا لي لايك باش نعرفو متيعجبكم ونعطيكم اكثر. خليت لكم راحه الى الملتقى، باي باي.